صباح الخير، بنصبح على حضراتكم. ابتدي معاكم يوم جديد النهارده الخميس 15/12 15 ديسمبر 2011. صباح ديمقراطي، صباح انتخابات، صباح يعني دايما بنتفائل ودايما بنتمنى ان يكون النهارده احسن من امبارح. صباح على زمايلي، صباح الخير يا عايده، صباح الخير يا فادي. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير فادي. صباح الخير على كل الساده المشاهدين. حلقه جديده من نهارك سعيد، أكيد هنتابع فيها الانتخابات، وإن كنا برضو عندنا بعض التساؤلات اللي مش بالضرورة يبقى عندنا فقرة عنها النهاردة، ولكن ما حدث امبارح في مجلس الوزراء واعتصام مجلس الوزراء وإصابة ما بين 50 ل60 مواطن بالتسمم مش مفهوم ليه، وكلام كتير ونظريات مؤامرة كتيرة. بعتقد إن احنا محتاجين في ظل حكومة جديدة، في ظل حكومة وعدت بحماية حقوق المواطنين حتى وإن كان حق الاعتصام، اعتقد ان احنا مطالبين ان احنا نفهم يعني ايه حد يحاول يسمم مجموعه من المعتصمين. فبعتقد ان ده حاجه عايزين نحطها في بالنا كده على مدار اليوم لغايه ما نعرف ايه اللي هيجرى. صباح الخير على كل مشاهدي نايل لايف وشبكه ان تي ان في كل حته في الدنيا. الف سلامه للمعتصمين وحالات التسمم زي ما عايده قالت. يمكن حاجه مزعجه جدا، رجعنا لنظريه الايدي الخفيه والايدي العابسه ومش عارفين مين ضد مين. وبس في الاخر يعني في الاخر واضح انه في ناس ضد الثوره عايزين يسمموا المعتصمين او عايزين ياذوهم، مش مفهوم ليه. لكن هل ده عشان يزيد الحشد يوم الجمعه؟ ما حدش فاهم بالظبط ايه اللي بيحصل. بس في حاجه امبارح انا فوجئت بيها، بما ان انا المفروض ان احنا اعلاميين وقاعدين في برامج وبنتكلم عن الانتخابات، فوجئت امبارح انه كان مفروض نمضي على كشفين في اللجنه الانتخابيه، وفوجئنا ان الناس كلها بتقول لا والله ده مضينا على كشف. لكن طلع ان قانون مباشره الحياه السياسيه بيقول ان هم كشفين. طب بقى الناس اللي في المرحله الاولى اللي ما تعرفش ان هم بالظبط كشفين ومضوا على كشف واحد زي حالاتي مضى في الاول في الانتخابات وفي الاعاده برضه على كشف واحد، يا ريت حد من اللجنه القضائيه العليا برئاسه المستشار عبد المعز ابراهيم يطلع يرد علينا، لان هو امبارح لما اتكلم عن انزعاج قضاة مجلس الدولة اتهمهم ان هم ليهم مصالح وانهم لهم اهواء شخصية، وهم ردوا عليه نواب مجلس الدولة، ردوا عليه انه عدم تطبيق الادمية ده بيحرم 1800 قاضي من كبار قضاة مجلس الدولة من حقهم ان هم ما يتبهدلوش ويروحوا محافظات بعيدة، في حين ان قضاة اقل منهم في الدرجة موجودين في المناطق المهمة والحلوة في القاهرة. يمكن في ملاحظه ثانيه مهمه جدا، انه الصمت الانتخابي ما حدش ملتزم بيه في اي حته، والقوى الليبراليه هي كمان بقت بتستضيف مرشحين في ليله الانتخابات عادي جدا، ولا حد بيتكلم عن الصمت الانتخابي. ما عندناش وضوح رؤيه في اي شيء. بالمناسبه دي اكيد هيبقى عندنا فقره عن الانتخابات، هيكون معانا الاستاذ ابو العباس محمد مساعد رئيس تحرير جريده الاهرام علشان نشوف كده الانتخابات عملت ايه في اول يوم، ونتوقع كمان النهارده ايه اللي ممكن يحصل فيها. هيكون عندنا ايه تاني يا رانيا؟ الحقيقه دور المراه وهو قد ايه كان مهم من بدايه ثوره 25 يناير في كل الثورات، في تونس، في سوريا، في اليمن، في كل الاماكن كنا بنشوف مصر. انه في مصر طبعا انا ما قلت من بدايه ثوره 25 يناير ابتديت بيها. انه الحقيقه دور المراه كان مهم جدا. النهارده هنتكلم عن دور المراه تحديدا في تونس، وهيكون معانا الاستاذه ابتهال عبد اللطيف رئيس جمعيه نساء تونسيات، هنتكلم معاها عن دور المراه قبل وبعد، ويعني حاجات كتير جدا تهمنا في التواجد في المراه اذا للمراه اذا كان في البرلمان او حتى دورها في الانتخابات. هيكون معانا كمان فقرات تانية عايده افتكر عن عالم الفيزياء، هيكون طبعا معانا استاذ محمد النشائي. استاذ محمد النشائي عالم الفيزياء الشهير، هنتكلم نشوف رؤيته للأحداث اللي بتحصل في مصر ايه، مجلس الوزراء الجديد، اللجنة الاستشارية، الانتخابات، نشوف كده رؤيته لما يحدث في مصر وما يشغل الشارع المصري ايه. النهاردة هتبقى دي آخر فقرة معانا في حلقتنا في نهارك سعيد. هيكون معنا كمان فقرة مهمة جدا عن دور الانترنت في الانتخابات، ولأنها كان ليها دور كبير جدا مهم بالنسبة للمصريين في الخارج بشكل أساسي، لكن كمان بالنسبة لغالبية المصريين لأنه كلنا دخلنا على النت. هنتكلم عن المشاكل، مشاكل استخدامها ومحاسن استخدامها. هيكون معنا في الفقرة الصحفي محمود فؤاد نائب رئيس قسم الانترنت بالأهرام، هنتكلم معاه بالتفصيل عن الموضوع. لكن هنبتدي فقراتنا بالصحافة بعد الفاصل مع أستاذ عماد الدين حسين مدير تحرير جريدة الشروق. تابعونا.